السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف صحة وسلامة وخير. درسنا اليوم هو بعنوان رسم القلب، وهو عبارة عن قصة قصيرة لقاص وروائي أردني اسمه جمال ناجي. طبعاً هاي القصة قبل ما نبدأ فيها، قبل ما نحكي بهذا الدرس، هذا الدرس من الدروس المفضلة واللي بتحبه الوزارة. بالنسبة لك كطالب يسهل تماماً عليك التعامل مع هذا الدرس، درس سهل خفيف لطيف، معاني صوره الفنية كل ما يخصه بسيط وسهل جدا. طبعا خلينا من البداية نحكي هيك بتعريف بالكاتب أو القاص. عنا بجو النص، طبعا عنا الكاتب أو الروائي والقاص الأردني اسمه جمال ناجي، وغيره بنمر عليه مرورا، يعني ما بهمنا. أنا اللي بهمني أو اللي بهمك أنت كطالب بصراحة تعرف وتميز، تعرف وتحفظ وتميز تماما ما بين رواياته ومجموعاته القصص. روايات السيد جمال ناجي هم ثلاث، الأولى اسمها الطريق إلى بالحارث، اثنين مخلفات الزوابع الأخيرة، والرواية الثالثة عندما تشيخ الذئاب. أما بالنسبة إلى مجموعات القصصية أيضا هي ثلاث، الأولى رجل خالي الذهن، اثنين رجل بلا تفاصيل، والمجموعة القصصية الثالثة هي ما جرى يوم الخميس، وهي اللي بنركز عليها وبنهتم فيها أكثر شيء لسبب بسيط، لأن هي المجموعة القصصية التي أخذت منها هذه القصة. بالنسبة لجو النص، يعني بنقرأ قراءة عادية عابرة سريعة، يعني بس عشان تشكل عندك فكرة عن القصة. طبعاً هاي القصة قصة رسم القلب ببساطة. يعني السيد جمال ناجي تقمص شخصية البطل، تقمص شخصية البطل. يعني بتدور أحداث القصة كالتالي، إنه هذا جمال ناجي أو البطل القصة عبارة عن رجل كبير بالسن، يعيش منعزلاً منفرداً وحيداً. بأحد الأيام مرض، أصيب بمرض معين، دخل المستشفى. فبعد ما خرج من المستشفى جاء له صديق اسمه حسني. السيد حسني أفندي هذا أحضر له هدية، وهي الهدية هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن نبتة، عبارة عن نبتة. فكل أحداث القصة اللي صارت بين البطل كانت بتدور حول علاقة هذا البطل مع هاي النبتة، كيف كانت من البداية علاقة حقد وكره وضجر وسأم، بعدين تطورت هاي العلاقة شوي شوي، أصبحت علاقة استحسان واستملاح لهاي النبتة، بعدين أصبحت العلاقة علاقة حب ما بينه وبين هاي النبتة. طبعاً مع ذكر مجموعة من التفاصيل رح نتعرف عليها إن شاء الله أكثر بالقصة. ننتقل للقصة وتحليلها بشكل. بداية القصة يقول القاص: أعرف لماذا ضاق صدري بتلك النبتة. طبعا زي ما بنعرف لازم احنا نعرف معاني أكبر قدر ممكن من معاني الكلمات عشان تحطني بجو الدرس أو بجو الشيء اللي بدرسه، عشان تتفكفك هاي الأشياء المربطة. معنى كلمة ضاق صدري في النص هون الضيق هو بمعنى الضجر أو بمعنى السأم. أعرف لماذا ضاق صدري بتلك النبتة التي تحدت وحدتي واقتحمت حياتي. من الأشياء برضو المهم جدا ولازم نعلق عليها، عندي سؤال بالوزارة بيجيني: اضبط حرف معين من كلمة معينة. طبعا الضبط هون ما بكون تبعا للموقع الإعرابي، لا، يعني ما بيجي على الحرف الأخير، هو بيجي على الحرف الأول، زي كلمة وحدتي حرف الواو. لاحظ إنه أغلب الكلمات اللي راح تجي، طبعا الكلمات هاي حصرا هي من النص وأنا محدد لك إياها قدر المستطاع، بس الفكرة اللي بدي أوصل لك إياها إنه الكلمات اللي بتجيب لنا إياها الوزارة هي كلمات إحنا بالعامية أو باستخدامنا العادي بنستخدمها بشكل مغاير للفظنا إلها بالفصحى. يعني لو أنا أو أنت بدنا نحكي هاي الكلمة نحكيها وحدتي، بينما هي حرف الواو عليه فتحة، وحدتي. بدنا نتنبه لهاي المسألة.
نرجع. أعرف لماذا ضاق صدري بتلك النبتة التي تحدت وحدتي واقتحمت حياتي، وأعرف لماذا ساءت علاقتي بها إلى ذلك الحد المخجل. لا بد لي من أن أبرئ صديقي حسني الذي أحضرها بمناسبة شفائي من مرضي، فأنا لم أكرهها بسبب ذلك الصديق الذي تعاطف معي وزارني في بيتي مصطحباً تلك النبتة بلفافتها الشفافة. أيضاً بدنا نتنبه لحرف اللام في كلمة لفافة، إحنا يمكن نحكيها لفافة أو يعني بغض النظر، إحنا بدنا نتنبه لهذا الحرف. نكمل. صحيح أنه هو الذي اختار لها ذلك المكان أسفل جدار الغرفة ووضعها فيه بعد أن نزع عنها لفافة الورق والشبر، وصحيح أنه شرح لي بحرصه المعهود وبما يشبه الإملاء مهام رعايتها التي أتعبتني فيما بعد، إلا أنه لم يكن سبباً في العداء الذي نما بيني وبين تلك النبتة بأوراقها التي تشبه رسم القلب. أيضاً من المعاني اللي لازم نعرفها، حكينا معنى كلمة ضاق صدري، الضيق بمعنى الضجر والسأم، اللفافة هي ما تغلف وتلف به الأشياء وجمعها لفائف، كلمة العداء بمعنى البغض والخصوم. لأن لو سألنا سؤال، مما استوحى القاص عنوان قصته؟ مما استوحى القاص عنوان قصته؟ طبعاً معظم أسئلة هذا الدرس إجابتها من نفس النص، معظم أو أغلب أو كل إجابات هذا الدرس من نفس النص بدنا نطولها، فعشان هيك إحنا لازم نفهم تماماً هذا النص. طبعاً الإجابة موجودة عندي بالنص بس بدنا نضبطها شوي. مما استوحى القاص عنوان قصته، الجواب من شكل النبتة التي أهداها إليه صديقه حسني. الجواب هون كان لأنها تشبه رسم القلب. مرة ثانية، مما استوحى القاص عنوان قصته، نحكي له من شكل النبتة التي أهداها له صديقه حسني لأنها تشبه رسم القلب. الآن من الأسئلة اللي إحنا بنفهمها فهم ما بنحفظها، اللي هو هذا السؤال، ممكن يجي يحكي لي ثمة رباط ود متين، طبعا هذا من أسئلة الدرس طبعا أو من أسئلة الكتاب، ثمة رباط ود متين يربط القاص بصديقه حسني، دلل على ذلك من النص. يعني ما أنت بتخترع من عندك، أنت بتجيبها من النص، بس أنت ممكن أنت تربط الأشياء مع بعضها البعض. من البداية بنحكي رباط الود المتين بين القاص وحسني، بداية تمثل في تعاطف صديقه حسني، أو خلينا نضبط تعاطف حسني مع القاص، خاصة وقت مرضه وزيارته وإحضار الهدية له اللي هي النبتة التي تشبه رسم القلب ملفوفة بالورق والشبر لصديقه، وكل الجمل اللي حكيناهم موجودين بنفس النص. بالنسبة للصور الفنية، خلينا بس أعطيك هالمعلومة البسيطة. إذا بيجيك أي سؤال صورة فنية في درس قصة رسم القلب، مباشرة أحكيها الثلاث كلمات ما في غيرها: صور القاص النبتة بإنسانة. هم هذول، صور النبتة بإنسانة، وبعدين إذا بتحب بتكمل. يعني وضح الصورة الفنية الآتية: تلك النبتة التي تحدت وحدتي واقتحمت حياتي. نحكي له صور النبتة بإنسانة تقتحم خصوصيته وتتدخل في شؤونه وتتحدى وحدته. أنا هذول هم الثلاث كلمات اللي بدي إياك بصراحة تحفظهم بالصور الفنية، اللي هو صور القاص النبتة بإنسانة تقتحم خصوصي. أيضاً في جملة وأعرف لماذا ساءت علاقتي بها، بنفس الطريقة صور النبتة بإنسانة، وبتيجي بتحكي تكمالة الجملة صور النبتة بإنسانة ساءت علاقته بها. هيك أغلب الصور الفنية الموجودات عندي بدرس رسم القلب، فيعني هاي مسألة بتحطها على جنب إنه خلص خلصنا. نكمل بالفقرة. في البداية لم أشعر بضرورة وجود علاقتي حب أو بغض بيني وبينها. ضمير بينها عمين بعود على النبتة. قد رأيت فيها مجرد واحدة من موجودات الغرفة، مثل الكرسي والطاولة والمدفأة والخزانة. دير بالك من حرف الخاء في كلمة الخزانة، لأنه إحنا برضو بالعامية بنحكي خزانة بفتح الخاء، فهي الأشياء بدنا ندير بالنا. أو حتى إطارات الصور على الجدار، غير أنني بعد أيام تنبهت إلى ما يثير صمتها من السأم في نفسي،
ما المقصود بالسأم؟ السأم هو الضجر أو هو الملل. من الأسئلة الموجودة عندك بالكتاب وأنت مطالب بحفظها جذر كلمة السأم. جذر كلمة السأم اللي هو سأم. ما الذي يجذبني إلى مجرد نبتة مسمرة مثل التماثيل النحاسية أو البلاستيكي؟ معنى كلمة مسمرة هي بمعنى ثابتة. معنى كلمة مسمرة هي بمعنى ثابتة. تحملق في سقف الغرفة القاتم أو في الجدران المصفرة المتقشرة أو ربما في تقاطيع وجهي، ولا سيما تلك الأخاديد المتقاطعة في جبهتي وفي خدي. من معاني الكلمات المهمة جدا عندي معنى كلمة تحملق. تحملق، الحملقة شباب هي النظر بشدة، تحملق بمعنى تنظر بشدة، وهي جذرها رباعي وهي أو هو حملق. معنى كلمة تقاطيع وجهي بمعنى ملامح وجهي. هذول المعاني راح أعلق عليهم بنهاية الأسئلة لأنه في فكرة مهمة لازم أنت كطالب تعرف. الآن لو سألتك سؤال، بما اتسمت نظرة القاص الأولية للنبتة أيضا كما ورد في النص؟ نحكي من البداية زي ما هو حكي، رأيت فيها مجرد واحدة من موجودات الغرفة مثل الكرسي والطاولة والمدفأة والخزانة أو حتى إطارات الصور، بالإضافة لأنه من البداية علاقة القاص مع النبتة أنه لم يشعر بضرورة وجود علاقة حب أو ضغط بينه وبينه. الصور الفنية يعني صارت واضحة، لم أشعر بضرورة وجود علاقة حب أو ضغط بيني وبينها. صور النبتة بإنسانة، لم يشعر بضرورة وجود علاقة حب بينه وبينها. تحملق في سقف الغرفة القاتم، صور النبتة بإنسانة تنظر بشدة إلى سقف الغرفة القاتم. دلالات، دلالات مهمة جدا. الدلالة الأولى مهمات جدا، يعني هذولا بالذات بنحفظهم. تحملق في سقف الغرفة القاتم أو دلالة قوله في الجدران المصفرة المتقشرة، هاي الدلالتين بيحملوا نفس المعنى اللي هي دلالة على سوء الأوضاع المادية للقاص. أما في قوله الأخاديد المتقاطعة في جبهتي وفي خدي، هاي تدل على تقدم القاس في السن. هاي الفكرة اللي حكيت لك بدي أعلق عليها من البداية اللي هو هذا السؤال، هات كلمة تقارب في المعنى للكلمات ملامح والحفر وثابتة. أفهمك إيش الفكرة. هلا وردت معانا في النص الكلمات التالية، كلمة تقاطيع وكلمة الأخاديد وكلمة مسمرة. هو المعنى اللي بده إياه إنه ما بده يجي يعطيك مباشرة يحكي لك ما معنى كلمة تقاطيع، ما معنى كلمة أخاديد، ما معنى كلمة مسمرة آسف. هو بيجي بيحكي لك أعطيني كلمة موجودة بالنص تشبه أو تقارب في المعنى لكلمة هو بيعطيك إياها. فبيجي بيحكي لك أعطيني كلمة تقارب في المعنى لكلمة ملامح، طبعاً بدها تكون موجودة بالنص. نيجي مباشرة نحكي له معناها اللي هي أو أقرب ما عليها ما يكون لكلمة تقاطيع. أيضاً ممكن يجي يحكي لك هات كلمة تقارب في المعنى لكلمة الحفر، نحكي له مباشرة الأخاديد. أيضاً كلمة ثابتة، في عندي وردت في النص كلمة مسمرة، ومعنى كلمة مسمرة هي بمعنى الثبات أو ثابتة. فهذا السؤال بدنا نفهم ونعرف كيف نجاوب. انتبه. إنها نبتة متعبة ومقلقة في آن ما، وهي تحتاج إلى عناية يومية كي تنمو ببطنها السميك، كما أنها ترغمني كل صباح على إزاحة الستائر كي ترى النور أو يراها. ترغمني بمعنى تجبرني، كما أنها تجبرني كل صباح على إزاحة الستائر كي ترى النور أو يراها، وتجبرني على ريها وتنظيف أوراقها من الغبار ثم تسميدها بين مدة وأخرى، أجزم بأني كرهته. ما أثار غيظي، الغيظ هو الغضب الشديد، ما أثار غيظي هو ما قرأته في إحدى الصحف من أن النباتات التي تعيش داخل البيوت تحتاج إلى من يبتسم لها أحيانا، لأنها مخلوقات حساسة، كائنات حية تتلقف الابتسامة، تتلقف بمعنى تتناول أو تتناول الشيء بسرعة، كائنات حية تتلقف الابتسامة كما الضوء الذي يبعث الحياة في عروقها. الصور الفنية
كي ترى النور أو يراها. طبعا صور النبتة بإنسانة تنظر بعيونها إلى النور تجبرني على ريها. أيضا صور النبتة بإنسانة تجبره على سقايتها أو على ريها. هاي الصورة الفنية مهمة. وضح الصورة الفنية في قوله كائنات حية تتلقف الابتسامة. بدنا نحكي صور النباتات أشخاصا يستقبلون الابتسامة. بدنا ندير بعد لأنه هاي من أسئلة الكتاب. أيضا عدد ثلاثة أمور أثارت استياء القاص كما وردت في النص. بنرجع للنص، موجود عندي بدل الثلاثة عندي أربع أو خمس أو ست أمور أثارت استياءه، من ضمنها أنها هاي النبتة تحتاج إلى عناية يومية، ترغم كل صباح على إزاحة الستائر، ريها، تنظيفها، تسميدها، بالإضافة إلى المشكلة اللي كانت مشكلة العويصة بالنسبة لهذا القاص مع هاي النبتة الابتسام. هو على ما يبدو أنه نكد شوي، فهو لا يبتسم أبداً يعني. فهي هي الفكرة الأساسية اللي كانت عمليت له قلق. كمان شوي بنعلق عليها. أيضاً أشار القاص إلى جملة من الحقائق العلمية المتعلقة بالنبات وضحها. طبعاً موجود عندي أكثر من حقيقة، إنه النباتات تحتاج إلى الضوء، تحتاج إلى الري، تحتاج إلى التسميد، تحتاج إلى تنظيف الأوراق، بالإضافة إلى الابتسام. هذا ما ينقصني، هذه هي الفقرة اللي بنحكي فيها عن الابتسام. هذا ما ينقصني، ثم إن الابتسامة ليس من طبعي، فأنا لا أكاد أرخي شفتي أمام أكثر الأمور طرافة. حسني الذي جاء بها يعرف هذه الحقيقة، فكيف يمكنني الابتسام لمجرد نبتة بليدة؟ أفضل حل أن أضعها خارج الغرفة عند زاوية درج العمارة، لكن حسني أوصاني بألا أنقلها من مكانها، لأن تغيير موقعها سيؤدي إلى اضطرارها للتكيف مع المكان الجديد، وقد لا يناسبها فتذبل وتموت. لاحظ أنت معي من بداية الفقرة أو من بداية القصة، في البداية حكى أنه ما بعرف إيش اللي بربطني فيها أنا هاي النبتة، يعني هو بكرهها وحكاها، يعني أنا أجزم بأنني كرهتها. الآن صار في شوية تحول، أوصى حسني، طبعاً حسني صديقه اللي جاب له هاي النبتة، أوصى بأنه ما يحرك هاي النبتة من مكانها لأنها تضطر أنها تتكيف مع المكان الجديد اللي 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 انحطت فيه، وقد تذبل وتموت. شوف كيف التغير، في البداية كان بكرهها، الآن صار في عنده شوية هيك ليونة. ليش؟ لأنه أصبح يعني أصبحت جزء لا يتجزأ من حياته أو من يومية. أيضا هذا السؤال برضو من أسئلة الكتاب، برضو بتكرر معي بأكثر من مرة وأكثر من فقرة. ثم رباط ود متين يربط القاص بصديقه حسني، دلل على ذلك من النص أو من الفقرة الموجودة أمامنا. نحكي قوله في جملة لكن حسني أوصاني بألا أنقل النبتة من مكانها. يعني دائما أنا لما يكون إلي صديق بحبه أو بعز علي، لما يوصيني وصية أو لما يحكي لي أي فكرة بنفذها تماما. أيضا أشار القاص إلى جملة من الحقائق العلمية المتعلقة بالنباتات وضحها، اللي هي الفكرة هنا عندي اللي هو تجنب نقل النباتات من مكان إلى آخر. ليه؟ لأنها تضطر إلى التكيف مع المكان الجديد، وقد لا يناسب هذا المكان فبالتالي تذبل وتموت. من الصور الفنية المهمة جدا الصورة هاي، كيف يمكنني الابتسام لمجرد نبتة بليدة؟ بدنا نحكي له صور النبتة بإنسانة بليدة. أيضا الدلالة هاي تماما بدنا نحفظها هي والصورة الفنية، هذا لا مباشرة مكتوبين عندي بالكتاب، فهي من الأشياء اللي متوقع أنها تجينا بأي لحظة إذا جت هاي الفقرة. ما دلالة؟ أنا لا أكاد أرخي شفتي أمام أكثر الأمور طرافة. نحكي له مباشرة هو العبوس والتجهم. أنا لا أكاد أرخي شفتي أمام أكثر الأمور طرافة، اللي هي فكرة العبوس والتجهم. ننتقل للفقرة بعديها، فقرة مهمة جدا. خلال شهر آذار انتعشت تلك النبتة ونمت بما يوحي برغبتها في التخلص من عيوب صمتها، ولكن هذا لم يوقف صراع الصامت معها، فهي على أي حال كائن يدهم حياتي. معنى كلمة يدهم هنا بمعنى يفاجئ،
يدهم بمعنى يفاجئ. ويخرق وحدتي، دير بالنا من حرف الواو عليه فتحة مش وحدتي، وحدتي. ويتدخل في يومياتي، لماذا لا أتخلص منها؟ ألا يمكن أن يكون حصني قد تآمر على حياتي بوضعها في غرفتي؟ حين اقتربت يدي من ساقها تحسست تلك الساق إنها خشنة مع طراوتها، فكرت لن يستغرق الأمر أكثر من ثانية واحدة، أدير يدي فأقصف الساق حركة واحدة وأرتاح منها. قلبت الفكرة في رأسي فتوصلت بسرعة إلى أنني مقدم على ارتكاب فعلة تنتمي إلى سلسلة جرائم قتل النفس. تراجعت وتنهدت وجلست على المقعد ووضعت كفي أسفل فكي محدقا بحيرة وقلق. محدقا، حكينا التحديق هو الإمعان في النظر، أنك تصفن بالشيء أو تركز به. في تلك اللحظة رأيتها تشرئب، تشرئب من الكلمات المهمة جدا، هي وجذرها بدنا نحفظها. تشرئب كمعنى، بمعنى تمد عنقها لتنظر. تشرئب تمد عنقها لتنظر، وجذرها رباعي، ندير بالنا منه، اللي هو شرأبة. في تلك اللحظة رأيتها تشرئب وتولدت لأوراقها عيون، عيون كثيرة أخذت تراقبني بحذر. فوجئت بشفتي تفتران عن ابتسامة غير مفهومة، على الأقل بالنسبة لي. تفتران أو افتر برضو من المعاني المهمة. افتر بمعنى ابتسم وبدت أسنانه. الافترار أو افتر معناها هنا ابتسم وظهرت أسنانه. أيضا من أسئلة الكتاب اللي بتدل على الفهم، حاول القاف أن يتخلص من النبتة أكثر من مرة أو غير مرة، ما السبب الذي دفعه إلى التراجع في كل مرة أقدم على ذلك؟ بدنا نحكيه. رقم واحد، حاول وضعها خارج الغرفة عند درج العمارة. ما دفعه إلى التراجع أنه صديق حسني أوصى بأن لا ينقلها من مكانها، حكينا لأن تغيير مكانها يؤدي إلى الاضطرار والتكيف مع المكان وقد لا يناسبها فتذبل وتموت. أيضا خلال شهر آذار فكر في أن يقصف ساقها ليرتاح منها. أيضا ما دفعه إلى التراجع أنه أيقن أنه مقدم على ارتكاب فعلة تنتمي إلى سلسلة جرائم قتل النفس. الصور الفنية يعني افترض أنه صارت واضحة الفكرة عندنا فيها تماما. طبعا القصة ملأة بالصور الفنية، هي كائنات تتلقف الابتسامة، حكينا صور النباتات أشخاص يستقبلوا الابتسامة، نمت ما يوحي رغبتها في التخلص من صمتها. في تلك اللحظة رأيتها تشرئب، تولدت لأوراقها عيون كثيرة أخذت تراقبني. هاي الصورة حلوة كمان، واللي فوقها اللي هو صور أيضا النبتة بإنسانة تمد عنقها. صور أوراقها بفتيات أو بفتيات لهن عيون أخذنا يراقبنا الكاتب إلى آخر. يعني فكرة الصورة الفنية خلاص آخر همك، لأنه فهمنا إيش الفكرة الأساسية منها. طيب، راقبت نموها السريعة كل يوم كل ساعة، حتى كدت أرى بعيني المجردة كيف تتفتح أوراقها الجديدة وكيف تتبسط مثل كف آدمية. وحين أصحو في الصباح أتفقد الأوراق والبراعم الجديدة، وكثيراً ما سمعت صوتها، صوت الطقطقة الخافتة للأوراق في أثناء تفتحها في الصباحات الباكرة. ولقد أيقظ ذلك الصوت في أعماقي فرحاً طفولياً، وضبطت نفسي ذات مرة وأنا أبتسم لها. شوف التحول أيضاً كيف صار بعلاقة الكاتب مع هاي النبتة. في البداية كانت علاقة كره، بعدين شوية لين، بعدين الآن أصبح يستيقظ بسرعة في الصباحات الباكرة عشان يتفقد هاي النبتة، عشان يشوف براعمها الجديدة، عشان يمسح الغبرة، عشان يفتح لها الستارة ويدخل عليها النور. وفي الأيام اللاحقة نمت وتوالت لها أوراق جديدة، أوراق خضراء يانعة. طبعا كلمة يانعة هي صفة للون الأخضر، هنعلق عليها كمان. شوف أوراق خضراء يانعة. وحين بلغت منتصف الجدار
دب الخلاف بيني وبينها من جديد، فأنا أردت توجيهها نحو الباب كي تكسو يسار الجدار، أما هي فتوجهت إلى غير ما أريده نحو النافذة. هدأت نفسي، أمسكت رأسها، قلت كمن يخاطب امرأة: من هنا أيتها العزيزة، ولويت عنقها برفق ناحية الباب، ثم ربطته بخيط متصل بحافة ذلك الباب، وبعد أيام عاد رأسها يتوجه نحو النافذة، فبدت كأنما تنظر إلى الوراء. نعلق على هاي. أيضاً بدأ على القاص تحول إيجابي واضح نحو النبتة مع تطور أحداث القصة، بيّن ملامحه، حكينا في أكثر من مرة. في البداية فوجئ بشفتيه تفتران، يعني ابتسامة غير مفهومة تجاه النبتة. أخذ يراقب نموها السريع كل يوم، كيف تتفتح أوراقها، كيف تتبسط مثل كف آدمية، في الصباح كان يتفقد الأوراق والبراعم إلى آخره. أيضاً أيقظ ذلك الصوت في أعماقه فرحاً طفولياً، وضبط نفسه ذات مرة وهو يبتسم. ما سببه في رأيك؟ وطبعاً مثل هيك سؤال، يعني رأيك الشخصي، تحكي أن القاص أخذ يعتاد على وجودها، أو أن القاص يرغب في بقائها، يعني هذا شيء يخصك. ما أثره في النبتة؟ أنه يعني إيش أثر حسن العلاقة ما بينه وبين هاي النبتة؟ نحكي أنها أخذت تنمو سريعاً بعد أن توافرت لها أسباب العناية اليوم. الصور الفنية كالعادة، قلت كمن يخاطب امرأة من هنا أيتها العزيزة، صور النبتة بإنسانة أو بامرأة يخاطبها ويصفها بالعزيزة، فبدت كأنما تنظر إلى الوراء، صور النبتة بإنسانة تنظر إلى الوراء. هذا السؤال اللي علقنا عليه، أنه ورد في النص عندي عبارة خضراء يانعة. طبعاً اليانع هو صفة للون الأخضر. بيّن لأي الألوان تستعمل الصفات الآتية: الفاقع هو صفة للون الأصفر، الناصع صفة للون الأبيض، أما القاني للأحمر، والصافي للأزرق، والحالك للأسود. يعني معلومة لطيفة جميلة، مش غلط تعرف. نتابع. صحيح أن المشهد أثار في نفسي أسًا مبهمًا، ولا سيما حين قدرت أنها أرادت بحركتها تلك لفت انتباهي وتذكيري بالتفاهم الذي حصل بيننا. لكن لماذا لا تستجيب لرغبتي؟ على الأقل إكراماً لاهتمامي بها. ثم إن المساحة المتبقية من الجدار حتى النافذة لا تستوعب نموها وامتدادها، فهي ملأى بالصور. كمان شو بس نخلص قراءة بنعلق. حاولت لي عنقها برفق وتصميم، لكنها هذه المرة بدت أكثر صلابة وإصراراً على التوجه نحو النافذة. وحين قست أصابعي عليها قليلاً أحسست بعنقها ترتجف. أجل، لقد ارتجفت مرتين. من الصعب أن أفهم أو أصدق ما حدث، لكن تلك العنق ارتجفت بين أصابعي مثل سمكة حية. ازددت إصراراً على تنفيذ ما بدأته، وبينما أحاول ثنيها نحو الباب بإصرار إذ بها تنكسر. كان الصوت الذي سمعته لحظة إذن أشبه بصوت كسر عظمة بشرية، ودهمني شعور من ارتكب جرماً في غفلة من الناس، والسائل الذي نزه من مكان الكسر لطخ يدي، أما رأسها فظل بين أصابعي، ولم أدري ماذا أفعل. تلفت حولي بذعر، تراجعت قدماي نحو الوراء، رأيت في الأوراق عيوناً تتهمني، وإذ سقط الرأس من يدي، فتحت الباب وغادرت البيت. طبعاً من معاني الكلمات المهمة عندي كلمة نزة بمعنى قطرة وسالة، نزة بمعنى قطرة وسالة، كلمة دهمني بمعنى فاجأني. أراد القاص أن تسير النبتة في طريق، وأرادت النبتة أن تسير في طريق آخر. لماذا أصر كل منهما على رأيه؟ طبعاً القاص أراد لها أن تتوجه نحو الباب، لأن المساحة المتبقية من الجدار حتى النافذة لا تستوعب نموها السريع. الفكرة أنه يعني القاص ليش أصر على ذلك؟ لأنه هاي المنطقة اللي بدها تروح فيها النبتة
هي مليئة بالصور، والصور بالنسبة للكاتب هي مجموعة كبيرة جدا من الذكريات القديمة. يعني ممكن احنا نسأل هنا سؤال، ما دلالة قوله فهي ملأى بالصور؟ بنحكي له دلالة ذكريات الكاتب الكثيرة. أما النبذة فعليا أرادت التوجه على عكس ما يريد القاص، يعني أرادت التوجه نحو النافذة، ببساطة يعني هو الوضع الطبيعي للنبات أنه بيبحث عن الضوء والهواء، ليش؟ لأنه بدها تبقى على قيد الحياة. يعني سؤال هذا فهم لا أكثر، شو نتيجة التعنت على كل منهما؟ القاص قصد أصابعه عليها وحاول لي عنقها، بالأخير انكسرت. أما النبتة انكسر عنقها أولا ولم تمضي أيام قليلة حتى تقوم. هاي الدلالة المهمة جدا أيضا، ما دلالة المساحة المتبقية من الجدار ملأى بالصور؟ بنحكي ذكريات القاص الكثيرة. الصورة الفنية في قوله رأيت في الأوراق عيونا تتهمني، بنحكي صور القاص أوراق النبتة بالعيون التي توجه له اتهاما لارتكابه جرم اللي هو كسرها. الفقرة الأخيرة أو قبل الأخيرة، لم تمضي سوى أيام قليلة حتى ذبلت أوراقها، حاولت إنقاذها، نظفت مساماتها بقطعة من القماش المبلول، رويتها بحرص، فتحت الستائر والنوافذ، لكنها كانت أشبه بعزيز يريد الانسحاب من حياتي بصمت موجع. رويدا رويدا اصفرت أوراقه. أيضا هون في عندي دلالة، كل يوم تصفر أوراق جديدة ثم تجف وتسقط، لم يبق سوى أغصانها التي اسودت وبدت مثل أذرع سوداء لعنكبوت خرافي يتشبث في جدار، ثم يسقط على الأرض فجأة في إحدى ليالي أيار، فيعود الجدار مثل ما كان متقشرا مصفرا وعاريا. أما أنا فقد دهمتني رغبة جامحة غير مفهومة برؤية ذلك الصديق حسني، لماذا اشتقت إليه حين سقط العنكبوت في سكون تلك الليلة من أيام؟ معنى كلمة تشبث، يعني هي يمكن الكلمة الوحيدة، تشبث هون بمعنى أمسك الشيء بقوة. من الأسئلة المهمة جدا، بما يوحي استخدام القاص لفظة عنكبوت في نهاية القصة؟ بما يوحي استخدام القاص لفظة عنكبوت في نهاية القصة؟ الجواب، العنكبوت هو رمز للتشبث بالحياة، فقد كانت النبتة مقاومة متشبثة بالحياة كالعنكبوت الذي يتشبث بالجدار لكنه سقط وقع. أيضا عندي دلالة مهمة، ما دلالة قوله حين سقط العنكبوت في سكون تلك الليلة من أيام؟ شو دلالة هاي الجملة؟ ببساطة بنحكي له موت النبتة. اشتاق القاص في نهاية القصة إلى رؤية صديقه حسني، على ما يدل ذلك؟ يعني هاي من خلال فهمك بتحكي ممكن أسفه وندمه على موت النبتة، ممكن شعوره بالذنب لما حل بالنبتة، أيضا ربما أيضا يكون قد مرض أيضا فاشتاق لرؤية صديقه ليعود، يعني ليزوره ويطمئن عليه ويحضر له نبتة أخرى. الله أعلم يعني إيش الدلالة المقصودة بالضبط. طبعا هي بتحتمل عدة آراء، لأنه هو بده أصلا في هذا السؤال بده رأيك الشخصي. أيضا وضح الصور الفنية الآتي، مهمات جدا هذولا، هذولا الصور مهمين جدا بصراحة، اللي هم لقد كانت أشبه بعزيز يريد الانسحاب من حياتي بصمت موجع. بدنا نحكي صور النبتة بعد ذبولها ومحاولة إنقاذها دون فائدة بإنسان عزيز يفارقه ويودعه وينسحب من حياته، وصور صمتها بألم موجع أيضا، لم يبقى سوى أغصانها التي اسودت وبدت مثل أذرع عنكبوتي خرافي يتشبث بجدار. بدنا نحكي صور أغصان النبتة التي اسودت وكانت مقاومة تتشبث بالحياة ثم ماتت بأذرع سوداء لعنكبوت يتشبث بالجدار. هذا يعني كل ما يهمك أنت بهذا الدرس، وسبق وحكيت لك الدرس خفيف بسيط، القصة بسيطة جدا، معانيها واضحة، حتى دلالاتها صورها الفنية أفكارها واضحة. الله يعطيك الألف عافية حبيبي، اقرأ واحفظ اللي حكيناه،
علقنا على الأشياء اللي بدها حفظ، علقنا على الأشياء اللي بدها فهم. الله يعطيك ألف.